اروح لي الاستاذ احمد شيحه، انا كمستورد النهارده عايز اجيب قمح، احنا دوله رئيسيه في استيراد القمح، اتعامل ازاي مع روسيا في مساله القمح بعد اعتماد الجنيه المصري في البنك الروسي؟ اولا كل سنه وانت طيب، بمناسبه عيد الشرطه اسمح لي ان انا ابعت تحيه لابطال الشرطه وابطال الجيش والشعب المصري العظيم اللي بيفكرنا في الفتره دي ايام 25 ان احنا قدرنا ننتصر على الفوضى الخلاقه الارهابيه، الحمد لله بفضل جيشنا العظيم والشرطه العظيمه والشعب المصري ورئيسنا البطل ان احنا قدرنا نخرج من المؤامره اللي كانت بتحاكم الدوله لاسقاط الدوله. ويعني بنحب نهنيهم في هذه المناسبه السعيده. وده يفكرنا ان احنا دلوقتي عايشين في الفوضى الخلاقه الاقتصاديه. طبعا هم مش هيسيبونا، دوله دلوقتي بقت مكتمله الاركان، لو شفنا حوالينا وبصينا كده شويه هنلاقي الحمد لله بفضل الله احنا الدوله الوحيده اللي في المنطقه مكتمله الاركان. بجيشنا العظيم، الشرطه، السلطه القضائيه، السلطه التشريعيه، السلطه التنفيذيه، رئيس الجمهوريه. في دول بتقعد سنين مش عارفه تنتخب مجلس نواب، في دول عندها جيش واثنين وثلاثه واربعه، وعندهم اثنين برلمان وعندهم كذا، في دول حوالينا اتمزقت شمال وجنوب وشرق وغرب وهكذا. فالحمد لله بفضل الله يعني في هذه المناسبه السعيده ان احنا بنناقش الفوضى الخلاقة الاقتصادية اللي هي من أدواتها موضوع الدولار. احنا بس عايزين ابعت رسالة، لان انا بشوف بعض الاراء اللي هم بيقللوا من حجم الانجازات اللي موجودة في مصر، وانا هشهد شهادة حق، انا كراجل لما بحب استثمر لازم اروح ابص على البلد الاكثر امانا على فلوسي وعلى نفسي، وان انا اقدر استثمر فيها واضمن ان فلوسي جاية لي. نعم. اعتقد احنا من ناحية الاستقرار الامني فضل الله فضل الله فضل رئيس الدولة العظيمة والجيش، احنا نعتبر اكتر دولة مستقرة امنيا في مصر في المنطقة دلوقتي الحمد لله بفضل الله. الانجازات اللي تمت في الفترة السابقة ممكن كنت شفت قبل ما ندخل لحضرتك كنت بتتكلم او سيادة الرئيس كان بيقول النهاردة ان لو ما كناش عملنا دي كانت تكلفتنا هتبقى اضعاف اضعاف. نعم. وده بالفعل، لان الانجازات الكبيرة قوي دي اللي هي بتشجعنا ان احنا نروج ليها لجذب الاستثمارات المباشرة. مش هنقول للواحد تعالى من غير طريق، مش هنقول للواحد تعالى من غير غاز، مش هنقول للواحد تعالى من غير كهرباء. دي كلها امور لازم نبقى متروجة كويس. واحنا كمستثمرين في بلدنا بنقدر نجذب بيها المستثمر الاجنبي. انا الحمد لله كويس. امن ومظبوطة. في حاجة كمان، كان امبارح سيادة الرئيس مشكورة ربنا يكرمه، يعني الافراج عن صفوان ثابت دي كانت رساله مهمه جدا جدا جدا، ان الحمد لله اي واحد بيبان انه ما فيش اي ادانه عليه سياده الرئيس تدخل في هذا الموضوع، وان شاء الله نستكمل هذا الموضوع، لان دي رساله كل مستثمر بيبقى ليه علاقات بره ب 10 15 20 مستثمر. فالنهارده لما ابعت رساله، لا ده الامور في ظل قضاء وفي ظل عدل ورئيس بيبص لاستقرار البلد من ناحيه المستثمر المصري، هيجي المستثمر الاجنبي سريعا.